بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونكمل رحلتنا في مقرر إدارة التغيير والتطوير، المحاضرة التاسعة عن معوقات التغيير. معوقات التغيير هي الأسباب الكامنة وراء مقاومة التغيير. الشخص الذي لا يقتنع بالتغيير أو يتضرر منه لأي سبب بيكون من معوقات التغيير، ولا ينخرط في عملية التغيير ويقاوم التغيير ويعيق تحقيق الأهداف بفاعلية. فكما أن برامج التغيير تفيد العديد، إلا أنها أيضا قد تؤدي إلى بعض المشاعر السلبية تجاه البعض. ففي الأرجح بتواجه عملية التغيير معوقات كثيرة أثناء تنفيذ هؤلاء لبرامج التغيير. السبب الرئيسي لإعاقة التغيير في تغيير الحالة الراهنة بيكون هذا السبب، وأيضا هناك أسباب في عملية مقاومة التغيير سنجملها فيما يلي وفقا لمجموعة من الباحثين. ولكن علينا أن ندرك جيدا أن الإنسان عدو ما يجهل، أن عملية التغيير ليست بضغطة زر وقرار من الإدارة العليا بالرغبة في التغيير، وإنما لابد أيضا من أن يدرك المدير أن هناك مقاومة قد تحدث في أثناء تطبيق خطة التغيير، وعليه أن يحلل تلك المقاومة، الجزء منها الطبيعي وآخر يجب معالجته، جزء موضوعي وجزء شخصي. على مدير التغيير أن يحلل، وأن يحلل بأساليب وتقنيات موضوعية، فيحدد أي من هذه الأجزاء يعتبر موضوعي وأي منها يعتبر بشكل شخصي. وفي هذه الحالة بيكون لمدير التغيير رؤية واضحة مبنية على أسس علمية. من أهم هذه الأسباب عدم التأكد. فمقاومة التغيير في الحالة دي بتكون حالة نفسية بتتعلق من الخوف، تتعلق بالخوف من النتائج المستقبلية في عملية التغيير وما تحمله من مجهول. فالإنسان عدو ما يجهل، لأنه سيتحول إلى واقع مجهول مقارنة بواقعه الحالي الذي يألفه الشخص واعتاد عليه، أو كما يسمى الكومفورت زون. لعدم التأكد جانبان. الجانب الأول بيتعلق بالخوف من أن يحدث التغيير نتائج غير متوقعة تؤثر سلبيا على الشخص أو على مستقبله. الجانب الثاني بعدم رغبة الفرد في تغيير طرق وأساليب العمل. يبقى جانب خاص بالخوف انه يحدث نتائج غير متوقعة، وجانب خاص بالعمل اللي هيخالف ما يألفه. وبالتالي بيكون عندنا جوانب على مدير التغيير ان هو يحللها. هل هو السبب خوف من عملية الأداء والتنفيذ، وبالتالي هو ممكن يدعم
الموظفين بخبرات وتدريب. هل هو خوف من النتائج وبالتالي ممكن ان هو يؤكد على النتائج، او ان هو يجزئ عملية الاداء والتنفيذ الى خطط، بعضها خطط صغيرة في الاجل بالبداية حتى تبدأ عملية النتائج في الظهور، فلا شيء يغري للعمل اكثر من تلك النتائج والنجاحات التي تأتي في البداية. بيتعلق الجانب الثاني برغبة الفرد في تغيير طرق وأساليب العمل والعلاقات الرسمية وغير الرسمية القائمة حاليا بأخرى مستقبلية يجلبها التغيير. إذن عملية عدم التأكد وما تستتبعه من التزامات على مدير التغيير ووكيل التغيير والإدارة العليا وفريق التغيير القائم بعملية التغيير. من الأسباب أيضا في مقاومة التغيير فقدان بعض المزايا أو المنافع كما تحدثنا من قبل، بالإضافة لفقدان الوضع المألوف السابق، فالتغيير بيفقد بعض الأشخاص ميزة. إذا لدينا فقدان عام اللي هو فقدان المألوف، ولدينا فقدان من نوع آخر خاص هو ما يتعلق بقطاع أو فئة معينة من منسوبي الإدارة التي سيحدث بها التغيير أو من منسوبي المنظمة بشكل عام، وهذا الجانب يسمى فقدان ميزة أو أكثر من المزايا اللي بيتمتع بها، على سبيل المثال الرواتب، العلاوات، التأمينات، المكانة الاجتماعية وغيرها، مما بيدفعهم لمقاومة التغيير من أجل المحافظة على تلك المزايا. وبيستوجب على وكلاء التغيير أن يحددوا رموز المقاومة، رموز مقاومة التغيير، ويطمئنوهم بأنه سيتم تعويضهم عن كل المزايا التي يمكن أن يفقدوها. إذا لدينا مزايا، لدينا منافع سيتم فقدانها بالنسبة لقطاع أو فئة معينة، بجانب أن هم مع العامة سيفقدوا الوضع المألوف السابق الحديث عنه اللي هو الكومفورت زون اللي اتكلمنا عنه، فبالتالي لابد من حسم هذا الموضوع مع هذا القطاع، سواء كانت المزايا أو المنافع خاصة بالرواتب أو العلاوات والتأمينات والمكانة الاجتماعية وغيره. فلابد أن يوضح ذلك لهذه الفئة ولهذا القطاع، ويوضح ما إذا كان هناك تعويضات ستتم، بالإضافة لأن يتم التعامل مع رموز مقاومة التغيير، وغالبا ما بيكون هؤلاء هم رموز التنظيمات غير الرسمية اللي موجودة التي يجب أن يتم إدراكها و الاطلاع على مصادر قوتها من خلال دراسة الحالة ودراسة الوضع في الدراسة الأولية التي يقوم بها مدير التغيير. قد يكون من أسباب مقاومة التغيير فقدان قوة المكانة الوظيفية. القوة الخاصة بالمكانة، اتساع أو ضيق نطاق الإشراف يؤثر على قوة المكانة، فإذا زاد نطاق الإشراف المدير الذي يشرف على 50 شخص غير الذي يشرف على 10، وبالتالي حينما يحدث التغيير بدل ما أن يكون معي 50 عامل يتحول إلى 10 مثلا، فهناك قوة وظيفية ستفقد، بدل من أن يكون الصلاحيات والسلطات في يد شخص واحد ستتحول إلى 4 أو 5 أشخاص، بدل من أن يكون التواصل الريبورتنج كما يقولون التقريرات التي تقدم الإدارة العليا فيحدث تغيير فأقدمها لإدارة أقل،
فهنا يحدث مقاومة للتغيير، لأن فقدان هذه القوى الوظيفية نوع من المزايا المعنوية والمكانة الاجتماعية داخل التنظيم. في التغيير سيفقد مكانته الوظيفية أو سلطته في اتخاذ القرار أو نطاق الإشراف. بينطبق ده على كل مجموعة أو فريق عمل أو دائرة عندما يؤدي التغير الهيكلي للمنظمة إلى فقد مكانتها عند الإدارة، فقد مكانتها عند الإدارة العليا أو سلطة اتخاذ القرار الفني أو الإداري أو غير ذلك. وبالتالي حينما يكون المكانة الوظيفية ستتأثر، نجد أن هناك مقاومة للتغيير، وغالبا ما تحدث من مستويات إدارية. المستوى التشغيلي أو الإدارة الدنيا التي يكون فيها المدير يشرف مباشرة على مجموعة من العاملين، أو الإدارة الوسطى التي يكون فيها المدير يشرف على مجموعة من المشرفين أو مجموعة من مديري الإدارة الدنيا أو التشغيلية كما تسمى، أو في الإدارة العليا التي يكون فيها المدير يشرف على مجموعة من مديري الإدارة الوسطى. إذا تغير نطاق الإشراف، إذا تغير حجم السلطات، إذا تغير نظام الريبورتينج، كل هذا يؤثر على المكانة الوظيفية داخل التنظيم الخاصة بهذه الفئة أو هذا القطاع، وبالتالي قد يقاوم عملية التغيير. تهديد الأمن الوظيفي. من أسباب مقاومة التغيير تهديد الأمن الوظيفي، وده بيحدث عندما يتم استخدام تكنولوجيا أو طريقة عمل جديدة مما يهدد العاملين أو مجموعات العمل بالنقل أو فقدان الوظيفة. ففي بعض الحالات بيمتنع الموظفون عن اقتراح الابتكارات أو أن يبوحوا بها للإدارة مع قدرتهم على ذلك، خوفا من أن يؤول بهم الأمر في نهاية المطاف إلى فقد وظائفهم أو تهديد سيرتهم المهنية أو مستقبلهم الوظيفي. بمعنى أن الأمن الوظيفي يحدث عندما يتم على سبيل المثال استخدام تكنولوجيا أو طريقة عمل جديدة، وبالتالي سيحدث إحلال بدلا من العاملين ليتم استخدام الماكينات أو تخفيض أعداد مجموعات العمل أو النقل، وخاصة كلما كان النقل إلى أماكن أبعد أو أماكن الاستقرار الوظيفي فيها أقل. في بعض الحالات بيمتنع الموظفون عن اقتراح الابتكارات أو أن يتكلموا بها للإدارة بالرغم من قدرتهم على ذلك، مخافة أن الموضوع ينتهي بهم إلى فقدان الوظيفة أو النقل، وهذا ما يسمى تهديد الأمن الوظيفي. الموظف يحتاج إلى نوع من الأمان، إلى نوع من الاستقرار الوظيفي، إلى نوع من الاستقرار في المكان، الاستقرار في السلطة، وإذا كان هناك نقلا ما أن يكون للأعلى، أن يكون للأفضل. فحينما يشعر الموظف بأن أمنه الوظيفي مهدد وأمن الوظيفي في خطر، فبالتالي بيقوم بعملية مقاومة للتغيير. إذا شعر بأن خطة التغيير تتضمن تأثيرا ما سلبيا على أمن الوظيفي، سيقاوم التغيير بشكل علني أو بشكل خفي، ومن خلال الفعاليات الرسمية أو الفعاليات غير الرسمية، المهم أنه هو سيحاول إيقاف عملية التغيير بطريقة أو بأخرى. هناك أيضا من أسباب
مقاومة التغيير تفكيك الروابط الاجتماعية. فعندما يؤدي التغيير لتفكيك مجموعات وزمر العمل أو العلاقات غير الرسمية والصداقات الموجودة، فإن أفراد تلك المجموعات على الأغلب سيقاوموا عملية التغيير اللي هو التنظيم غير الرسمي. فالتنظيم غير الرسمي حينما يصاب في تشكيلاته أو أعداده أو العلاقات القائمة ممكن أيضا يكون سبب من الأسباب القوية في مقاومة التغيير. فأثناء مرحلة رفع الواقع وأثناء مرحلة تشخيص المشكلات وأثناء مرحلة قراءة المدير للواقع قبل تنفيذ الخطة التي وضعها للتغيير من خلال فريق إدارة التغيير وفريق التغيير، بل إنه هم بيخططوا للتغيير لابد أن يطلعوا على الواقع، فعليهم أن يحيطوا بتلك التنظيمات غير الرسمية ويحيطوا بها علما. يعني الالتزام بمبادئ ومعايير العمل من أسباب مقاومة التغيير، يكون الالتزام بمبادئ ومعايير العمل والقيم الأخلاقية والعادات والتقاليد مفروض على الأفراد من طرف خارجي كمجموعات العمل، وهو ما يسمى ضغوط الزملاء. فأي تغيير بيستدعي تغيير المبادئ والأعراف يجابه بالرفض والمقاومة من قبل الأفراد بسبب إحساسهم بالالتزام بالمبادئ والمعايير السابقة. فكلما اقترب المدير، مدير التغيير، كلما اقترب من الحديث عن المبادئ وأنها سوف يتم تغييرها بشكل أو بآخر أو معايير العمل الأصلية الراسخة، سيواجه بمقاومة للتغيير سواء من الأفراد أو المديرين، سواء من التنظيم الرسمي أو التنظيم غير الرسمي. فإذا مواجهة هذه الحالة بيكون بترسيخ المبادئ، التأكيد على أن المبادئ لن يتم المساس بها والأسس ومعايير العمل الأساسية. وفي كل وظيفة وفي كل منظمة هناك مجموعة من معايير ومبادئ عمل أساسية. أحد الباحثين صنف التغيير من حيث المصدر إلى ثلاثة فئات: تغيير يقدمه الآخرون لنا، ده أول مصدر من مصادر التغيير، سواء كان الآخرون أفرادا أو جماعات أو منظمات، وهذا التغيير مرفوض من قبل الطرف الذي سيتلقاه بسبب ما ينتج عنه من تدخل الغير في الشؤون الخاصة وما يترتب على ذلك من الإحساس بفقدان الشخصية وفقدان الاستقلالية. يبقى هناك تغيير سيقدمه الغير لنا، في الحالة دي بيكون الغير ده سواء كانوا أفراد أو جماعات أو منظمات، بيكون التغيير ده مرفوض من الشخص اللي هيتلقاه لأنه بيشعر هنا بتدخل في الشؤون الخاصة في الشؤون الداخلية، سواء كنا بنتكلم على فرد أو جماعة أو منظمة. هنا بيشعر بفقدان الهوية، فقدان الشخصية، فقدان الاستقلالية. وعلى مستوى المنظمة فإنه مرفوض من قبل جميع الأفراد بما فيهم الإدارة، ولا يمكن أن تقبل به إلا إذا أكرهت عليه كما في حالات الاستحواذ. إذن حتى المنظمة، ونحن نقول أن للمنظمة شخصية كما نقول عن البشر لهم شخصية، فللمنظمة شخصية اعتبارية،
حينما يكون هناك تدخلا من الغير في الغالب يلقى رفض، يلقى مقاومة من المنظمة، من الإدارة، من الأفراد، يشعرون بأن هناك مساس بالهوية، مساس بالشخصية، مساس يهدد استقلالية المنظمة. حتى لو كنا نتحدث عن دولة، إذا نتحدث عن فرد، عن جماعة، عن منظمة، عن دولة، التدخل في شؤونها الداخلية يلقى مباشرة الرفض. حينما تسمع أن فردا ما أو منظمة ما أو دولة ما تتحدث عما يخص دولتك أو ما يحدث داخل الدولة دون أن تفهم الموضوع بشكله المتكامل ودون أن تتعمق في الموضوع بشكل متكامل، تشعر أن هناك دافعا داخليا للمقاومة لأنه تدخلا في شؤون داخلية، سواء كنا نتكلم عن فرد أو جماعة أو منظمة أو دولة. المصدر الثاني الذي ينتج عنه التغيير we do to ourselves، ما نقدمه لأنفسنا. ويمكن اعتباره هو موضوع هذا الفصل، أو هو التغيير المتعارف عليه. وهذا لا يعني أن التغيير سهل أو هذا النوع سهل ولا يخلو ويخلو من المقاومة. فالإدارة في هذه الحالة تواجه بمقاومة أيضا، ولكن ليست بنفس الدرجة حينما يأتي التغيير من الغير أو من الخارج. فالإدارة أو وكيل التغيير لا يقاومه لأنه هو القائم على التغيير، يبقى عدد المقاومين هيقل، قوة المقاومة ستقل، منطقية المقاومة أصلا ستقل وارتباطها بعدد من المبادئ عن أن يكون التغيير من الخارج. لا يقاومه وكيل التغيير لأنه هو القائم على التغيير وحريص على إنجاحه، ولكن مقاومة التغيير تأتي العاملين أنفسهم، لأن التغيير بالنسبة لهم من النوع الأول، على اعتبار أنه مفروض عليهم من قبل الإدارة التي تحاول التقليل من مقاومته وإنجاحه. يبقى ما نقدمه لأنفسنا، هناك أيضا درجة من درجات المقاومة، ولكنها قد تقل عددا عما يحدث في أن التغيير يأتي من الخارج، تقل في مستوى المستويات الإدارية التي قد تقاوم التغيير لأنه غالبا بيأتي من مستوى داخلي، فعلى الأقل سيقلل عدد المستويات الإدارية، وغالبا أيضا يأتي من إدارة عليا فمقاومتها ليست كما نجد التغيير من الخارج. ولكن الخارج أحيانا يكون لو من الدولة، ونحن نتحدث عن منظمة داخل الدولة، فالوضع قد يختلف، بحيث يكون لو في حالة أن المنظمة في حالة سيئة والعاملين متضررين، فبالتالي بيكون الوضع مخالف وبيكون هم في هذه الحالة مرحبين بالتغيير. المصدر الثالث، ما نقدمه للآخرين we do to others، يبقى ما يقدمه الغير لنا، ما نقدمه لأنفسنا، ما نقدمه للآخرين. أشبه ما يكون بالوضع الأول، ولكن عكسنا الأطراف، بدل من أن الغير يقدم لنا فنحن نقدم للغير، وبالتالي سيلقى درجة من الرفض والمقاومة من الغير كما لقي الغير نفس درجة المقاومة منا أثناء تقديمه لخطة التغيير.
مدير التغيير غير المحترف يقوم بالتغيير والتفكير فيه بشكل جامد دون أن يتفكر في مصدره، اتجاهه من الغير لنا أو منا إلى الغير، أو عملية الاعتدال التي تحدث، فهو يركز على مضمون عملية التغيير ولا يأخذ في الحسبان مصدر هذا التغيير، وده خطر كبير ومشكلة كبيرة. فإذا كان التغيير يأتي من الخارج إلى الداخل سيلقى مقاومة من الداخل، إذا كان من الداخل إلى الخارج سيلقى مقاومة من الخارج، إذا كان من الداخل إلى الداخل ما نقدمه لأنفسنا قد يكون أخف حدة، قد يكون من الخارج ويكون أخف حدة في حالة إذا كان هناك مشكلة داخلية مع العاملين، وأن القوى الخارجية قوى أعلى كالدولة مثلا أو جهة لحماية حقوق العاملين أو غيره. أحد الباحثين حدد عددا من المعيقات التي تقف في وجه عملية التغيير كما يلي. البعض قد يشعر أن هناك تكرار أحيانا في بعض المفاهيم. حينما نستعرض مدارس معينة أو آراء ونحللها أكثر من شخص، فهنا تحدث استفادة. استفادة في التأكيد على بعض الثوابت والإجماع على بعض النقاط والاختلاف في البعض الآخر. فمثال هنا في هذه الصياغة الأدبية لأحد الباحثين، هو يقسمها بحسب تصنيف المعيقات. هناك معيقات تنظيمية بترتبط بالهياكل التنظيمية من حيث التضخم وسوء وسائل الاتصال والإجراءات الرقابية وتقادم السياسات الإدارية ونظام الحوافز. هناك معيقات فنية، هناك معيقات اجتماعية. فالمعيقات التنظيمية بترتبط بالهياكل التنظيمية من حيث التضخم وسوء وسائل الاتصال والإجراءات الرقابية وتقادم السياسات الإدارية ونظام الحوافز. كل هذه مرتبطة بالتنظيم ومرتبطة بالإجراءات التنظيمية، وليست متعلقة بالجوانب التقنية المتاحة أو الإمكانات والموارد المتاحة للحصول عليها، وإلا تبقى معيقات فنية. وهناك معيقات اجتماعية بتتعلق بالبيئة الثقافية والحضارية، من أهداف وعادات وتقاليد وظروف اقتصادية، إضافة للعلاقات السائدة بين أفراد المجتمع والتركيب الطبقي. هناك وضع خاص بالتربويين في أنهم يميلون إلى الانغلاق والتمسك بأشياء ومنهجيات لم يعد لها قيمة أمام حركات التغيير. بمعنى بعض الأنماط بتميل إلى أن تكون نظاما مغلقا في هذا الجانب، ولكن أمام حركات التغيير بيصعب الإبقاء على هذا النوع وهذا النمط، و يعتبر أحد معيقات التغيير. إذا لدينا معيقات تنظيمية ترتبط بالهياكل التنظيمية، هناك معيقات ترتبط بالجوانب التقنية والموارد وهي ما تسمى بالمعيقات الفنية، هناك معيقات ترتبط بالعلاقات الاجتماعية والثقافية والحضارية والعادات والتقاليد، هي معيقات اجتماعية. وهناك أيضا معيقات اقتصادية تقف
عثر أمام التغيير. طريقة توزيع الموارد في الدول النامية مثلا، قد تحد من التوجهات التطويرية نظرا لنقص مخصصات تلك التوجهات. جوانب اقتصادية تصيب أيضا خطط الأفراد، المجموعات، الفئات الوظيفية وطبقاتها المختلفة، تصيب المنظمات بين منظمات وأخرى، قطاعات، بل إن أفرع المنظمة الواحدة قد يتأثر بالمعيقات الاقتصادية. توزيع الموارد سواء كان بشكل متعمد من الإدارة أو أمور خارج نطاق السيطرة إذا كانت على مستوى الدول، توزيعات الأرزاق والموارد الموجودة بين الناس وبعضهم، فبعضها أمور غير ممكن التحكم فيها. هناك أسباب تؤدي إلى فشل وإخفاق المنظمات في التغيير بحسب ما ذكره البعض. هناك أسباب لعدم القدرة على السيطرة على هذه المعيقات. بعد أن تحدثنا عن معيقات تنظيمية ومعيقات فنية ومعيقات اجتماعية ومعيقات اقتصادية، فنجد أن هناك أسباب تؤدي إلى إخفاق تلك المنظمات وفشلها في التغيير. من هذه الأسباب ضعف نشر الشعور بالحاجة إلى التغيير وعدم تفعيله بشكل كافي. فالشعور بالحاجة وتفعيله باستمرار بشكل فعال يؤدي لتحقيق الأهداف. ضعف نشر هذا الشعور سيؤدي لمقاومة التغيير وعائق أمام التغيير. عدم تكوين مجموعات ذات نفوذ مناسب تساند وتدعم التغيير. فعدم تكوين مجموعة فريق التغيير يكون مناسب ويدعم التغيير، أو الفرق الداعمة، يعني هناك الفريق الذي يدير عملية التغيير أو الفرق الأخرى الداعمة التي تساعد في خطة التغيير وتساعد فريق التغيير. عدم وجود رؤية محددة للتغيير هو أيضا أحد أسباب الفشل في نجاح خطة التغيير. عدم اعتماد اسلوب تواصل العاملين على مستوى شخصي. يبقى اذا غابت الرؤية المحددة للتغيير، اذا لم يتم الاعتماد على اسلوب تواصل العاملين على مستوى شخصي، بتخفق خطة التغيير وتفشل في المنظمة. عدم إزالة العقبات أمام الرؤية الجديدة. ممكن تكون الرؤية مش غايبة، ولكن العقبات أمام تلك الرؤية لم يتم إزالتها، وبالتالي بيكون عندنا هنا مشكلة في إيه؟ في إن كأن هذه الرؤية غير موجودة، لأن هناك عقبات أمام تلك الرؤية الجديدة، وبالتالي كأنها غير موجودة. أو احيانا حينما تكون الرؤية غائبة ما بيكونش فيه هنا سلبيات غير غياب الرؤية، اما اذا كانت مشوهة فما فيش هنا دافع ندافع بيه عن الادارة ان لم نوضح لكم الرؤية، وانما هنا حدث توضيح سلبي لها.
عدم التخطيط المنظم لتحقيق نجاح على المدى المتوسط الأجل. لابد من تحقيق نجاحات على المدى القصير والمتوسط، لأن ليست كل النجاحات على المدى البعيد، ويظل الجميع ينتظر التغيير على المدى البعيد. إعلان نجاح الخطط بشكل مبكر، فأيضا من ضمن عملية أسباب الإخفاقات التي تقع فيها المنظمات، إعلان نجاح الخطط مع العجلة قبل النهاية، فبيزيد من مستوى التوقعات، وبالتالي تحدث إحباطات حينما يتبين ويثبت أن مستوى النجاح أقل من المعلن. من أسباب إخفاق المنظمات في التغيير عدم الاهتمام بإحداث تغييرات في ثقافة المنظمة. فعدم تغيير ثقافة أهمية الجديد وأهمية التطوير وأهمية التغيير وعدم بقاء الأمور على ما هي عليه، وثقافة المحاولة والتجربة وثقافة روح الفريق، والعديد من البنود الخاصة بالمنظومة الثقافية للمنظمة، سيؤدي إلى إخفاق عملية التغيير. بعض المؤسسات، ونجد ده في الإدارة اليابانية وفي المؤسسات اليابانية بشكل واضح، يكون لها ثقافة مميزة في المنظمة تدعم وتقوي وتعزز الجوانب الإيجابية في ثقافة المجتمع، أو تعالج الجوانب السلبية في ثقافة المجتمع. شوفوا إلى هذه الدرجة. إدارة مقاومة التغيير تعبير بيستخدم ليشمل مجموعة من المهام المطلوبة لتشخيص مقاومة التغيير وإدارتها، ومنح التغيير يظهر أن التغيير عملية تتناول مشاعر العاملين، وإنها أيضا تتصف بالصعوبة بالنسبة إلى معظم الأفراد، ويجب على القيادة ان هي تتوقع دائما وابدا ظهور مقاومة ما الان او غدا، قوية او ضعيفة، من هنا او من هناك، لابد ان يكون شكلا من اشكال المقاومة سيظهر بطريقة ما. ولذلك بينبغي عدم الاستهانة بعملية مقاومة التغيير والتعامل معها، وبتحتاج لإدارة فعالة تؤدي إلى تقبل الأفراد للتغيير والتكيف. بيجب أن نشير إلى أنه لم تظهر هناك علاقة بين عمر الأفراد وبين مقاومتهم للتغيير. بيؤكد ذلك العديد من النماذج التي وضعت لدراسة أسباب مقاومة التغيير. حاولوا يربطوا ما بين العمر السن وما بين التغيير، فبعض الدراسات تقول أن هذا الربط لم يتم، فإن كان أتصور أن الأعمار الأكثر شبابا الأصغر سنا أعتقد أن مقاومتها للتغيير ستكون أضعف، من ناحية أن الأعمار الشابة تميل إلى التغيير والتطوير، بعكس الأعمار الكبيرة التي استقرت على أوضاع معينة ويصعب تقبلها لطرق أخرى في العمل أو غيره، ستقاوم بشكل أكبر. إلا أن الأعمار الشابة حينما تقرر مقاومة التغيير، فأيضا أعتقد، الله أعلم، أن الحدة ستكون أكبر بحكم طبيعة الشباب. التغيير
يواجه العديد من المشاكل والمعوقات في مجالات مختلفة يرصدها البعض في الآتي: جمود القواعد والإجراءات والهيكل التنظيمي جامد غير مرن، يتحول الهيكل التنظيمي والقواعد والإجراءات إلى غاية وليست وسيلة. سوء وسائل الاتصال أثناء عملية التغيير من وإلى، صاعدة وهابطة وأفقية. الدرجة العالية من الرسمية في التواصل أيضا تكون من المشاكل والمعيقات أمام التغيير. نقص الموارد اللازمة لإحداث التغيير فأيضا تعتبر من المعيقات. التكنولوجيا المتاحة ومدى إمكانية المنظمة الحصول عليها، فهذه التكنولوجيا المتاحة إذا كانت بدرجة كافية تسهل عملية التغيير، إذا كانت بدرجة ضعيفة أو منخفضة ستكون عائق أمام التغيير. وأحيانا بيكون حجم التقنية العالية والتكنولوجيا العالية والماكينات العالية لما نيجي نحدث تغيير قد يكون مكلف أو قد يكون هو ذاته عائق أمام التغيير. من أهم معوقات التغيير المنظمي هناك مقاومة الأفراد العاملين بالمنظمة، الرضا عن الوضع الحالي للمؤسسة، فحالة الرضا هذه هي في حد ذاتها عائق من عوائق التغيير. إذا أردنا أن نجري تغييرا في منظمة ما وهناك حالة من الرضا تسود داخل المنظمة، فبالتالي مش هيحدث تفاعل مع عملية التغيير لأنه راضي بالوضع الحالي. الافتقار إلى وجود رؤية مستقبلية واضحة ومحددة، عدم وصول التطوير والتغيير التنظيمي إلى جذور ثقافة المنظمة، الخوف من المجهول أو فقدان المصالح المكتسبة، سوء فهم العاملين للآثار المرتقبة للتطوير، ومن هنا بيتضح حجم الثقل والعبء على القائم بعملية التغيير، بما يستوجب على قائد التطوير والتغيير أن ينتبه إلى مجموعة من الأمور. أولا يجب تهيئة وإعداد العاملين الذين معه لأن يتم تعاطيهم مع التغيير والتطوير التنظيمي باستمرار وبشكل حيوي وفعال وتفاعلي. إن مقاومة التغيير والتطوير رد فعل صحي وطبيعي ولا يستوجب ولا يستدعي التوتر والقلق والمعاداة لمقاومة التغيير، ويجب التعامل معه بحذر وباحترافية. إن إبداء العاملين رأيهم في التغيير والتطوير يساهم في تقبلهم له، بمعنى إن قائد التغيير عليه أن ينتبه بتهيئة العاملين معاه بخصوص التغيير بشكل منتظم، وإن مقاومة التغيير رد فعل صحي وطبيعي، وإن إبداءهم الرأي في التغيير والتطوير يساهم في تقبلهم للتغيير. وقبل أن نصنف معوقات التغيير والتطوير التنظيمي لعدة أنواع علينا
إذا رجعنا إلى حصر لأهم المشاكل والمعوقات في عملية التغيير، نجد في آخر ثلاثة عناصر عدم وصول التطوير والتغيير التنظيمي لجذور الثقافة بالمنظمة، أو الخوف من المجهول أو فقدان المصالح المكتسبة، أو سوء فهم العاملين للآثار المرتقبة للتطوير. إذا في جزء معرفي، في جزء وجداني، في جزء مهاري. الجزء المعرفي يعالج بتوصيل المعلومات بشكل مناسب، الجزء الوجداني يعالج بالاتصال والتواصل الجيد، والجزء المهاري يعالج بالتدريب والحرص على هذا الجانب. ولكن حينما نريد أن نصنف معوقات التغيير والتطوير التنظيمي لمجموعة أخرى، فممكن نصنفها أولا المعوقات البشرية. فبيندرج تحت هذا العامل مقاومة الأفراد للتطوير والتغيير، بيكون لجهلهم بالأغراض والنتائج المترتبة على ذلك. النقص في القدرات والكفاءات المتخصصة وضعف نوعية الأفراد الشاغلين الوظائف القيادية العليا. يبقى من المعوقات البشرية مقاومة الأفراد للتطوير والتغيير، لأن هم بيجهلوا الأغراض والنتائج المترتبة على ذلك. أو النقص في القدرات والكفاءات المتخصصة وضعف مستوى نوعية الأفراد الشاغلين الوظائف القيادية العليا. أيضا ممكن نصنف المعوقات إلى مجموعة أخرى، هي معوقات بيئية وبتتعلق بالبيئة القانونية ودوام التطوير والتغيير في الأوضاع السياسية وظهور الأزمات الاقتصادية وغير ذلك من العوامل البيئية الخاصة بالبيئة المتغيرة باستمرار والتي تحيط بالمنظمة. إذا لدينا مجموعة من المعوقات البشرية تقف عثرة أمام خطة التغيير، بعضها خاص بالجهل بمحتويات ورؤية وحيثيات التغيير أو لنقص كفاءات الإدارة العليا، وهناك معوقات بيئية تتعلق بالبيئة القانونية والبيئات المختلفة التي تحيط بالمنظمة، البيئة السياسية، البيئة الاقتصادية، غيرها من العوامل البيئية المتغيرة باستمرار وتحيط بالمنظمة. على مدير التغيير أن يحيط بتلك العوامل البيئية ويصنفها، هناك ما يمكن التحكم فيه وهناك ما لا يمكن التحكم فيه، تحديد حجم العائق وسبل معالجته سواء كان على المستوى البشري أو المستوى البيئي. المعوقات الفنية والمادية هي مجموعة أخرى من أصناف المعيقات أمام خطة التغيير، بتشمل ضعف الإمكانات المادية والفنية اللازمة لإجراء عملية التغيير، كعدم إدخال عملية الماكينات أو عدم الاهتمام بتهيئة القوى العاملة وتدريبها على التقنيات الحديثة قبل إدخال العمل وإدخال الماكينات في الخدمة وفي العمل بالمنظمة. يبقى هناك عائق فني أو مادي. العائق المادي سواء كان المادي بمعنى الملموس أو المادي بمعنى الأمور المالية، فهناك نوع
أو جانب من العوائق في هذا المجال يؤثر على عملية التغيير والتطوير التنظيمي. المعيقات الاجتماعية فهي أيضا تغير وتؤثر على عملية التغيير، فتؤثر فلسفة المجتمعات والعادات الاجتماعية السيئة سلبا على ضعف التفاعل الاجتماعي بين الزملاء والرؤساء والمرؤوسين في المنظمة، وبالتالي أيضا ممكن إن احنا نصنف مجموعة أخرى من المعيقات وهي المعيقات الاجتماعية، لأن الحكم والأمثلة والعادات التي تعزز أو تواجه وتقاوم عملية التغيير ستؤثر حتما على موضوع التغيير. هناك المعوقات التقنية وبتشمل عدم الاهتمام بتزويد المنظمة بالتقنيات الحديثة، تراجع مهارات العاملين التقنية ومقاومتهم لاستخدام التقنيات الحديثة. إذا لدينا معوقات بشرية، لدينا معوقات بيئية، لدينا معوقات فنية ومادية، لدينا معوقات اجتماعية، ولدينا معوقات تقنية. والتقنيات الحديثة اللي بتقدم أو تراجع مستوى العاملين في استخدام التقنيات الحديثة بيؤثر كثيرا في نجاح خطط التغيير. فلو أننا أخذنا مثال على تأهيل خريجين الجامعات على التواصل مع العالم الخارجي سواء في طلب الوظيفة أو في القيام بمشاريع في ريادة الأعمال أو غيره، ولم نؤهلهم من حيث اللغة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو التواصل بالبريد الإلكتروني والمدونات والمنتديات والمواقع وخلافه، سواء بتأهيلهم من حيث القدرة على الصياغة لهذه الرسائل والخطابات وهذه النوعية من التواصل والمراسلات، أو تأهيلهم على استخدام تلك التقنيات سيؤثر. هذا مثال على موضوع علاقة خطط التغيير بمستويات العاملين، إذا يعني حاولنا أن نقرب هذا المثال. كما قلنا، الخوف من الخسارة المادية أو توقع كسب مادي يتبادر لدين العاملين بأن معظم أعباء عملية التغيير ستقع على عاتق الإداريين في المستويات الوسطى، الأمر الذي قد يتحول إلى خوف يتسبب في مقاومة شديدة للتغيير، وبناء عليه يسود الشك بأن التغيير يعني استغراقا أكثر في العمل مقابل تخفيض محتمل للأجر. وفي حال تمكن قادة التغيير من إقناع العاملين بأن عملية التغيير ستعود بالكسب على الجميع، فإن الجميع سينخرطون في عملية التغيير، بمعنى أن هذا الخوف من الخسارة سيكون سبب في مقاومة التغيير، كما قلنا أن هذه تعتبر أحد عوائق التغيير. الشعور بالأمان أو الخوف كما سبق ووضحنا أيضا قد يتطلب الوضع الجديد وصفا وظيفيا جديدا ينتج عنه التزامات جديدة تجاه معايير معينة، مما يزرع الشك أحيانا لدى العاملين في قدرتهم على الالتزام بهذه المعايير، وبالتالي الخوف من فقدان مراكزهم الوظيفية. الخوف الاجتماعي
أو المساندة الاجتماعية، فقد يتسبب التغيير فصل الفرد عن فريق العمل الذي يربطه به علاقات إنسانية قد تكون طويلة أحيانا ومجاملات معينة، أو قد يفرض عليه العمل في معزل عن الآخرين فيحفزه للسعي للحفاظ على الوضع الحالي ومقاومة أي تغيرات تحدث عليه. درجة الثقة مع قادة التغيير في المؤسسة، فبتؤدي ثقة العاملين في قادة التغيير إلى تقبل المهام التي توكل إليهم من خلال هؤلاء القادة في إطار التغيير. ولكن ولكي تكسب القيادة هذه الثقة لابد من شرح أبعاد التغيير وغاياته والأهداف الحقيقية وراء التغيير في حدود استيعاب كل مستوى تنظيمي لهذه المضامين. أيضا من هذه المعيقات الثقافة الفردية، فقد تتعارض بعض محاور التغيير مع ثقافة الفرد وأبعادها الحضارية. هذا لا يجعله في حالة ارتياح في الاشتراك بعملية التغيير، ولكن عليه يجب على قادة التغيير مراعاة هذا البعد الخطير. إدارة المزيج المنظم بعناية، هناك عناصر تأتي من البيئة وهناك عناصر بتأتي من داخل المنظمة والعلاقات والفئات المهنية الموجودة فيها. في دراسة عن الأسباب التي تقف وراء فشل برامج التغيير التنظيمي، التأثير السلبي اللي بيسببه التغيير على طرق التفكير الأساسية في المنظمة، أو عدم قدرة قيادة المنظمة على مواجهة تحديات التغيير والإجهاد الذي يصاحب هذا التغيير، أو عدم وضوح أهداف التغيير، أو غياب التخطيط والنظرة إلى التغيير باعتباره تغيير قصير المدى فقط، أو الاتفاق على أن برمجة التغيير في المنظمات القائمة أكثر صعوبة وتعقيدا من المنظمات قيد التأسيس. إذا من ضمن الأسباب التي يراها كوتر مثلا الأثر السلبي اللي يسببه التغيير على طرق التفكير في المنظمة، الربكة والهزة التي تحدث، أو عدم قدرة القيادة على مواجهة تحديات التغيير والإجهاد الذي يصاحب هذا التغيير، أو عدم وضوح أهداف التغيير التي تم صياغتها وغير واضحة للعاملين، أو قد يكون غياب التخطيط بشكل متكامل وليس الأهداف فقط، أو الموضوع إن التغيير في المنظمات القائمة يكون صعب عن حديث التأسيس، ترسخ هذا الفكر يؤدي أيضا إلى عقب. في صياغة أدبية أخرى في الدراسات حول هذا المجال يقول البعض أن هذه الأسباب التي تحول دون نجاح برامج التغيير منها البداية الخطأ، فكما يقال أن حسن النهايات من حسن البدايات، عدم وجود التزام كافي أو تنفيذ سريع، اعتبار التغيير مجرد خيار أي أن تنفيذه ليس واجب، فدائما يكون هناك شعور بالرجوع للخلف، التركيز على النتائج وإهمال مشاعر العاملين يؤدي إلى أثر سلبي أيضا،
عدم مشاركة العاملين في عملية التغيير، تكليف جهات خارجية بالقيام بالتغيير وعدم تحميل مسؤولية التغيير لمن هم داخل التنظيم، عدم تغيير أنظمة الأجور والمكافآت لتتلائم مع التغيير الجديد، أو عدم التزام القيادة بالتغيير. كذلك أيضا عدم تقدير حجم التغيير المطلوب، كأن يكون حجم كبير لا يمكن تحقيقه، أو ضئيل جدا لا يحظى بالاهتمام المطلوب، أو غياب عملية المتابعة. كل هذه من ضمن الأسباب التي قد تحول دون نجاح برامج التغيير. إذا نظرنا إلى معيقات عملية التغيير، هنجد أن هناك مجموعة من الكتابات الأدبية التي استعرضناها، ولكن في مجملها بتتناول عملية المعيقات البشرية، المعيقات الثقافية، المعيقات في العلاقات الاجتماعية، المعيقات الفنية، المعيقات المادية، المعيقات التنظيمية، معيقات ثقافية، معيقات في البيئات المحيطة بأنواعها المختلفة بالمنظمة. كل هذه المعيقات على قائد التغيير وعلى مدير التغيير أن يعي أن مقاومة التغيير أمر طبيعي وصحي، وأن مقاومة التغيير يمكن الاستفادة بها، وأن مقاومة التغيير يمكن تصنيفها، وبالتالي بيكون عندنا في مقاومة التغيير أوجه استفادة، ولكن أيضا يجب تصنيف تلك المعيقات أولا، وتصنيف حجمها وقوتها، وتصنيف الرموز المؤثرة على عملية مقاومة التغيير، وتحديد إذا كانت الهوية الخاصة بمقاومة التغيير هي هوية بشرية أم هويات مادية أخرى وموارد وتقنيات وما إلى ذلك. بالشكل ده أعتقد نكون وصلنا لنهاية المحاضرة التاسعة الخاصة بمعيقات عملية التغيير، ونلقاكم في محاضرة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.